ومساء الخير على أحلى مشاهدين ومشتركين في قناة عالم الأجهزة الكهربائية. وزي ما وعدناكم بالريفيوهات الجديدة دايما جايبين لكم منتجات جديدة، وده منتج فريش طباخ سيراميك من فريش اتنين عين كهرباء. يا جماعة من أنظف أنواع الطباخ السيراميك الموجود في السوق. وليه اتنين عين؟ عين 1500 واط وعين صغيرة 1300 واط. الطباخ كله يا جماعة 2800 واط، وشكله كل عين ليها مفتاح منفصل عن التاني. بيبدأ المفتاح لحد الماكس، ان انت بتظبط درجة الحرارة زي ما انت محتاج توصل السخونة بتاعتها. عندنا بقى اللمبة ديت لمبة بيان العين اللي هي بتشتغل. اما بقى العين التانية ليها برضو مفتاح منفصل عن العين الكبيرة، برضو بتظبط درجة الحرارة زي ما انت محتاج عن طريق لف المفتاح. وده كهرباء يا جماعة، المنشأة بتاعته اتحاد أوروبي، الضمان بتاعه ضمان 3 سنوات، ضمان شامل، سعره عامل 840 جنيه بالنسبة للمعرض في التوكيل. وكده وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا، واللي ما اشتركش في القناة ينزل يشترك في القناة ويفعل زر الجرس عشان يصله كل فيديوهاتنا وكل ريفيوهاتنا لو انت مهتم بالأجهزة الكهربائية. ويلا سلام يا جماعة.